واللي انت معنا حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب الاحداث الموجوده هون يا اساطير. اليوم عندنا احداث جديده لوز اللوز. سو حبايبنا الكرام قبل بلش هذا المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام حبايبنا. طمنونا عنكم كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس. تنسونا بلايكات الاسطوري اوكي يا اساطير. شو شباب خلينا اول شيء نركز شوي شوي تمام عن اليوم حبايبنا. عن اليوم احداث الفينوم اوكي عن كلكم تعرفوا الفينوم شيء اكيد اوكي عشان نشوف شنو في ما في يوم على حبايبنا. تدخل على التقييم طبعا بالتقييم شباب في هنا عنا احداث اوكي من 10 اكتوبر اللي هو اليوم ل 24 شباب 24 اكتوبر. سو يا اساطير على حسب اعتقادي شباب راح يكون في هذا الشهر متجر تخفيضات يا اساطير، لانه بتعرفوا شباب بكل الاحداث اللي الشركه بتعمل تعامل معها مثل ون بانش مان كثير من الشباب اللعبه نزلوا معها شباب فهمتوا علي كيف؟ نزلوا نزلوها في متجر تخفيضات، اوكي حبايبنا؟ سو شباب على حسب ما اعرف شباب على حسب اعتقادي راح ينزل متجر تخفيضات حبايبنا باذن الله تعالى يعني تقريبا اخر هذا الشهر، تمام يا اساطير؟ عشان نحصل على السكين الرئيسي اللي هو هذا الشباب، طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب هون عندنا لونين يعني صراحة متجر تخفيضات اثنين سكين اوكي حبيبي ولا اوكي يا اساطير. خيرك يا شباب على الاحداث الموجودة عندنا هون حبايبنا. عندنا هون شباب نحصل على هال الحقيبة هاي اوكي يا اساطير. وشي ثاني شباب السكين هذا نقدر نحصل عليه استبدال توكن هون بالجوائز تمام مثل الصناديق وما الصناديق وشاهد الفيديو تشويقي وكذا والاشياء شباب الموجوده هون شباب عشان نحصل على السكنات التوكنات مثل ما انتم شايفين يا اساطير. اوكي حبايبنا طبعا هذا هو السكين شباب مثل ما انتم شايفين اللوز معلم حبيبي والله استوره استوره. طبعا هون شباب هذا الصندوق يعني مو معروف شو فيه الصراحه ما اعتقد فيه هذا السكين الرئيسي اللي هو هذا. اوكي حبايبنا سو مثل ما تعرفوا يعني اكيد راح يكون في متجر تخفيضات شباب هذا شهر اكيد يعني اوكي يا اساطير. سو هذا مثل ما انتم شايفين يا اساطير عندنا هون ال 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 الجوائز بنقدر نستبدلهم والتوكنات والى اخره يا حبايبنا. هون عندنا اشياء جديده شباب من شوي شفناها هون عندنا عجله الروك شباب راح ندخل نشوف اشياء اكيد معلم حبيبي والله اوكي حبيبي. هون عندنا هذا الشباب اللي هو يعني ندمج ما دمج شباب مثل ما انتم شايفين هون التوكن شباب نحصل عليه طبعا عن طريق اللعب وكل شيء. هون عندنا ضرب بنعمل اكسشينج فور فري اوكي هون دمجناه واحد طبعا هون فوق على اليمين يعطينا واحد دمج كل ثانيه حبيبي والله عم يدمج لوز طبعا هون شباب مثل ما انتم شايفين شباب ضربت هون الضربه هي بس عندنا 1 دمج بس مو مكتوب هون يعني على اليمين السكند يعني ممكن يعني دمج مفتوح مثل ما انتم شايفين شباب قاعد عم يدمج ليك شباب ما راح اكبس شيء ثاني اوكي نخليه على حاله حبيبي والله اوكي اساطير او ممكن شباب يعني مثلا لما نضرب 10 هيت تحت على اليمين ممكن كل 5 ثواني يدمج 30 اوكي حبيبي والله اوكي اساطير. هون عندنا جوال شباب اللي موجوده هذه هي الحقيبه شباب اللوز اوكي شباب خلينا نترك لان فينوم كل الاشياء كلها على بعض معلم. خلينا ننتقل شباب للاكي رويال شباب ونشوف ابو السكين اللي نزل عجله الروك حبيبي والله شباب ايه تمام شوف لي السكين شباب ما احلاه. هون عندنا الجاكيت دولار اسمه دولار اسمه علام واخضر وما اخضر يعني عن جد شيء تمام التمام لوز اللوز حبيبي والله. شعراته حبيبي والله قناع والله كمان القناع شيء حلو. اوكي شباب خلينا نحاول نحصل على هذا السكين نخفي هالشيئين اللي على اليمين معلم ما يلزمنا حبيبي والله اوكي التمانو وين اول فيلا ليتس جو قول لي معنا 241 جوهره حبيبي والله نو بروبلم نشحن جوايا ما بتعرفوا شباب يمكن هل يا ترى ممكن يعني اوكي ممكن يطلع لنا ولا لا معلم من هاللفات يعني ثم نشحن لا معلم بعرف حظي بيض لازم نشحن يا اساطير انا حاسس بيض يا زلمة بيض اوكي شباب انا والله معنا اول اخر 100 جوال شباب اخر 100 جوال يا اساطير اخر 100 جوال حبايبي التمانو يلا يا جميل يا زلمة والله بعرف شباب بعرف حظنا بيض ولازم نشحن حبيبي والله ثواني شوي اوكي يا اساطير خلونا نشحن الجواهر اوكي ليتس جو يلا هاكر جواهر حبيبي والله شوفوا جواهر فوق تم او تمانو يلا بلوس روح كمل معلم خلينا نكمل الشغل معلم حبيبي والله ايه يا زلمه باقي ثلاثة شباب باقي ثلاثة شباب لنجيب ابو هالسكين ابلع حبيبي والله طيب شباب بتبقى اقتلكم شباب يعني يا
زلمه والله ولو شو هذا يا زلمه شو هذا معلم تعال افتح وهات نشوف يا سلام لا 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 شباب هذا لازم تدخل تجربه على السريع يا شباب هذا بده تجربه سريعه يعني سريعه سريعه بدون يعني بدون مناقشه بدون اي شيء معلم ليتس جو اوكي شباب مثل ما اخذكم حبايبنا طبعا بالنسبه للمتجر الغامض شباب مثل ما بتعرفوا تقريبا كل شهر او شهرين كل اخر الشهر يعني طبعا بكل الله نحن 10 بالشهر يعني بعد 10 ايام او هيك شباب اكيد متاكد انا انه راح يكون في متجر غامض شباب باللوس مثل ما بنعرف دائما اوكي معلم شو هيدا اخضر على اخضر ولك يا سلام شو هذا معلم حبيبي والله هات ندخل نشوف معلم كيف شوف السكين باللعب طبعا لازم نجرب شباب كل مره حبيبي والله شو بتعرف شباب صار لي امبارح ما كنت فاتح لايف ستريم ابلع يا زلمه ابلع يا زلمه ابلع 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 شو بتعمل هلا بي معلم حبيبي والله هات نشوف يا زلمه هدول معلم صاحيين شكل زين امرهم علابي تعالوا تعال 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 نستعملوا الحشيش حشيش حش ايش هو تعالوا تعال 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 شباب والله صراحة شباب يعني كسكين يعني بس مو عاجبني شو هيك هذا البنطال شباب مو البنطال لكن الحذاء بس ولكن يعني اتس اوكي لكن اشوف شباب مخرب السكين هذا السكين تبع لا والله مو لا والله مخرب معلم هذا مخرب شوي السكين سواء شباب نطلع شباب نحط شخصية عادية نشوف كيف راح تكون سواء حبايبنا حطينا رونالدو اوكي هاي جرب السكين بدون وين الشعرات هذا وين شعراته معلم ها ليكم هاي الشعرات شباب حبيبي والله هات نشوف كيف الشكل معلم مع السكورة يا سلام اشي باللوز بس ولكن شباب الشيء الحلو فيه اكثر شيء اللي هو معلم ثواني شوي خلينا نحط له راس ساكورا معلمة ما بتعرف يعني لازم شباب لازم ساكورا يكون متواجد كل شيء يا سلام يا اخي اعطاه هيبة اكثر سواء راح نخلينا يعطيه هيبة اكثر من هيك نحط له الحذاء الفاير باس الثاني معلم حبيبي والله ها هيك صار شيء باللوز شباب طبعا شباب بتعرفوا دائما انتوا دائما بتقولوا لي شباب عليكم دائما مرات انسى ما احط ما اعمل هالتشكيله لا تاخذونا اساطيرنا سو حبايبنا ليديز اند جنتلمان ان شاء الله عجبكم مقطعنا لليوم يا اساطير مثل ما قلت لكم من شوي بالنسبة لمتجر غامض شباب ترقبوا انا اقول لكم ترقبوا شباب راح يكون في متجر غامض شباب لهذا الاحداث الموجودة مثل ما اخذت لكم من شوي مثل ما احداث ون بانش مان لكازا دي بابيل كل هذول الشباب كل هذول التعاون مع بعضهم حبايبنا فهمتوا على الجيف اكيد راح يكون في متجر تخفيض عليها او اهم من كذا يعني متجر غامض اكيد يا شباب ترقبوا شباب بعد 10 ايام هي ولا هيك اوكي يا اساطير سو بشوفكم على خير حبايبنا الله يسعدكم شكرا لمشاهدتكم لنا اليوم يا حلوين بشوفكم على خير سلام عليكم نلتقي المسويات شباب ببس فري فاير ومن بعد شباب نحاول لعبه التختيم اللي وعدتكم فيها دائما اللي مو وعدتكم فيها لا انا عم نلعبها شباب وعم نختم فيها على البث المباشر فار كراي 6 تابعونا شباب على البث المسويات سلام عليكم